تعتمد المملكة العربية السعودية على أبنائها في بناء مستقبل مشرق، ويعتمد أبناؤها عليها في توفير الفرص والأنظمة التي تمكنهم من تطوير أنفسهم. ولكن نظام سفير اثنين الذي كان من شأنه تسهيل وتسريع معاملات الطلاب المبتعثين بشكل إلكتروني تحول إلى مصدر قلق لهم، إذ إنه يعطل طلباتهم لأيام وأسابيع وأحياناً لعدة أشهر، هذا بالإضافة إلى فقدان أو تغيير بعض البيانات ورفض الطلبات بسبب فقدان تلك البيانات. ولبحث هذه المشكلة استقبلت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا وفداً من وزارة التعليم برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات دكتور حاتم المرزوقي. سبب زيارتي واحد، خدمة أبنائنا المبتعثين والمبتعثات والطلاب. ثانياً مساعدة زملائي في الملحقية من المشرفين على أداء واجبهم وأداء مهمتهم في خدمة الطلاب والطالبات. وأوضح المرزوقي أن نظام سفير اثنين تمكن من تحقيق أكثر من 80% من هدفه، إلا أن هناك مشاكل تشغيلية حقيقية تحديداً فيما يخص البيانات. أي برنامج يطلق يأخذ فترة حتى يستقر، وأي برنامج جديد يطلع لابد تطلع معه مشاكل، هذه طبيعة البرامج. لكن ما هو حجم المشكلة؟ نحن من خلال برنامج سفير تم معالجة حوالي 276 ألف طلب، هذه اللي دخلت للنظام. تم الإنهاء حوالي 243 ألف طلب. يوجد 30 ألف طلب هي تحت الإجراء. الوارد اليومي للملحقيات على مستوى العالم حوالي 7000 طلبات، تأخذ أحيانا 4 أيام 5 أيام حتى تنجز لما تحتاج دراسة. فالنظام أنجز ما نسبته 87% من الطلبات. نظام سفير اثنين الذي انطلق منذ أشهر قليلة بغرض إلغاء العنصر البشري تفادياً للأخطاء ولإسراع المعاملات، يعطي المشرفين بحسب المرزوقي متسعاً من الوقت للقيام بدورهم الأكاديمي بدلاً من الإجرائي، ولكن لا يبدو أن المبتعثين يفضلون ذلك. كيف سفير اثنين يقبل مكافأة تخرج ينقل عفش الطلاب وطلاب لا، يقولوا أنتم ما تستحقوها بس الطلاب تنقبل، ليش؟ أنا عندي 21 طلب بخصوص صرف فروقات وإعادة صرف وتمديد بعثة كلها لم يتم الرد عليها، ضمان مالي. أنا إنسان دفعت لنفسي السمستر هذا وقاعد أدفع من جيبي الخاص من شهر 9 إلى الآن. طلبي صار له 14 يوم عالق، وإجيت هنا ما حضرت اليوم الدراسي المفترض ان انا احضره بالجامعه حتى اكون هنا بالملحقيه واخلص الاجراءات اللي سفير 2 ما سفير 2 ما قدر يعالجها وانا موجود بالمنطقه اللي ادرس فيها. وأكد المرزوقي أن هناك فرصاً لتطوير النظام، وأنه تم إطلاق الإصدار الأول وستنطلق النسخة الرابعة منه قريباً، أملاً في معالجة التحديات التي تواجه المستخدم. للإخبارية هند إبراهيم، واشنطن.